للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف السيد جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام. أستاذ جميل، بعد التحية، بالتأكيد هناك خصوصية للعلاقات المصرية الإماراتية. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ذكر أنها بتظل دائما نموذجا لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الدول العربية الشقيقة، وأنها تتسم بالقوة وبالمتانة عبر كل هذه العقود. قراءتك لذلك؟ هو بالطبع العلاقات المصرية الإماراتية هي نموذج العلاقات العربية العربية، ولو شفنا منذ نشأة دولة الإمارات العربية المتحدة منذ 50 عاما، ومصر ودولة الإمارات علاقتهم ثنائية وقوية. ولا ننسى في حرب أكتوبر 73 ومقولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات اللي أسبق كلمته المشهورة: ليس البترول العربي أغلى من الدم العربي. وقام بقطع البترول عن الدول المسانده لاسرائيل، وكان له تاثير كبير في انهاء المعركه كسلاح للبترول. وايضا المواقف الدائمه بين دوله الامارات العربيه المتحده ومصر في كافه المواقف، ووقوف دوله الامارات العربيه المتحده بعد ثوره 30 يونيو، صحيح، والدعم والعلاقات المستمره الاقتصاديه بين مصر ودوله الامارات العربيه المتحده، ده اكبر دليل على مكانه العلاقات بين الدولتين والتنسيق في كل الرؤى التي تخص منطقه الشرق الاوسط والعالم ككل في الوقت الحالي، وكيفيه مواجهه الازمات العربيه وكيفيه مواجهه التحديات اللي بتواجهها المنطقة في الوقت الحالي. علاقات نموذجية وطيبة ومثمرة أيضا، والدليل على ذلك اللقاءات المستمرة والتنسيق المستمر بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في كل المواقف وفي كل الأزمات اللي بتواجه المنطقة. دائما ما يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد من اجل مناقشه تلك الازمات وايجاد حلول لخروج المنطقه ككل من تلك الازمات. 50 عاما من العلاقات، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على أن التوافق والتفاهم بين البلدين مصر والإمارات هما عنوان لمسيرة العلاقات بينهما على مدار هذه العقود الطويلة. كيف ترى هذه العلاقة الاستراتيجية أستاذ جميل تحديدا بين البلدين، وبشكل خاص أن هناك شراكة استراتيجية شاملة بين مصر والإمارات؟ هو طبعا علاقه زي ما بقول لحضرتك هي علاقه متفرده حتى بين الدول بعضها مع بعض، علاقه استراتيجيه قويه جدا بين مصر ودوله الامارات. هناك تنسيق كامل على كافه المحاور، وحتى المحور العسكري هناك تنسيق ايضا، وتدريبات عسكريه مشتركه مستمره بين مصر ودوله الامارات العربيه المتحده كل عام، وايضا التنسيق في كافه القضايا. ودايما هنلاقي ان المواقف المصريه والمواقف الاماراتيه متطابقه بشكل كبير جدا في كل الازمات العالميه او التحديات او وجهات النظر هتجديها متطابقه في كل الازمات. اذا مصر ودوله الامارات بالفعل 50 عاما من العلاقات المثمرة، لا يوجد خلاف بين الدولتين على مدار 50 عاما. دولة الإمارات دائما ما تقف بجانب الدولة المصرية في المواقف صعبة زي ما قلت لحضرتك، وأيضا مصر تقف بجانب دولة الإمارات في العديد من المواقف التي تتعرض لها دولة الإمارات والإلزامات التي تتعرض لها دولة الإمارات. دائما مصر موجودة ومتواجدة دائما. مثلما ذكرت أستاذ جميل، هذه الشراكة الاستراتيجية الشاملة قوية ومتينة على مدار كل هذه العقود بين مصر والإمارات. أريد أن أتحدث تحديدا عن الجانب الاقتصادي الذي يتسم بالتميز بشكل كبير جدا في التعاون والتبادل التجاري بين البلدين والمشروعات المشتركة في مجالات كثيرة، مثل المجال الزراعي، التعاون في المجال الزراعي، الملاحة البحرية، في التصنيع، في الكثير من المجالات، الثروة الحيوانية، النقل وغيرها أيضا من القطاعات. إلى أي مدى
يسهم ذلك في تعزيز العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين وزيادة أيضا الاستثمارات المباشرة الإماراتية في مصر؟ هو طبعا لو شفنا بعد 30 يونيو أو ثورة مصر العظيمة، كانت دولة الإمارات العربية المتحدة زي ما قلت لحضرتك تقف بجانب الدولة المصرية. على الجانب الآخر هناك العديد من الاستثمارات دخل فيها دولة الإمارات العربية المتحدة في مصر زي ما حضرتك قلت في جميع مجالات الحياة، في على مستوى الاتصالات، على مستوى النقل، على مستوى الموانئ وخلافه، كل مشروعات أو استثمارات إماراتية قدرت ان هي تساهم في الاقتصاد المصري، قدرت ان هي تساهم انها ترفع من الاقتصاد المصري بشكل كبير، وايضا زياده التبادل التجاري بين الدولتين اصبح في الوقت الحالي في قمه عمليه التبادل التجاري بين الدولتين. اذا العلاقات في مجال الاستثمار او المجال الاقتصادي علاقات قويه عادت بالنفع على الدولة المصرية وأيضا على دولة الإمارات العربية المتحدة، وتؤكد على مزيد من الشراكة ومزيد من القوة في الوقت الحالي في علاقات الدولتين. ودليل أيضا على مصر أصبحت في الوقت الحالي هي دولة جاذبة للاستثمار بشكل كبير، والاستثمار بها آمن. بهذا السبب نجد أغلب الشركات الإماراتية تستثمر بشكل كبير داخل الدولة المصرية. نعم، أشكرك جزيل الشكر أستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.